بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير. قالوا حرقوه، أي عجلوا عجلوا بحرقه. طيب مالي خدود بني ملح وعروا وجدوا الأجدار من كل بقاع ولقوها في عمق هذه السلسلة. هذا وعلابوا بأن لابت النار 3 4 يمكن 3 آلاف جنوس الآن، والعياذ بالله من النيران، فاس النيران كوبي هو النيران قام بأمل يريد خيرا حسب ظني بأمة الإسلام في تونس وغيرها. فالتهبت النيران وبدأت تحرق أعداء الرحمن. إذا كان تحب يا رئيس بين نظرين أن تطفي هذه النار فلا تفعل ما فعله اللئام بحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعود إن شاء الله تعالى.